مساكم الله بالخير. اليوم كالعادة موجودين في نقصة القصار. اليوم نقصتنا حق بنيتنا الفنانة المشهورة اللي تألقت الحين والمعت ما شاء الله، ونتابعها في المسلسلات وفي إن شاء الله بالأفلام قريبا. أمل العوضي، تسلم لي، حياك الله، الله يحييك، الله يسلم. هذه الساعه المباركه، ساعه المباركه يكون فيها موجوده عندك هني في بيتك ومطبخك، وكل عام وانتم بالف خير، وينعاد عليكم ان شاء الله هالشهر بخير ان شاء الله. الساعه المباركه. امل، ما في شيء معين نقدر نتكلم فيه انا وياها، احنا بنتكلم مواضيع العاديه. امل تقول انا احب الاكل، وساعات لما اسافر برا اطبخ بروحي اشياء نباتيه، اشياء نباتيه، ما احب الاقمص روحي بالدياي وباللحم وهذا. مو مشكله تلغ... مشكله ما اقدر اشوف يعني هذه بس مشكلتي شويه مع الايدام، اللحم بالذات. بس الربيان اوكي طبعا، بس عاد اليوم احنا اكلنا، اليوم اكلنا ترى دياي ولحم، فوجبة الدياي ببتدي أسويها عدل وياكم مع أمل. إحنا اليوم بنسوي فسنجون. فسنجون عندنا نوعين، في فسنجون النجفي وفي فسنجون الإيراني. فهذولي زيادة النجفي على الإيراني يحطون فيه طحينة اللي هي الهردة، يخلطونها وياه ويسوونها غالبية الأحيان على اللحم، وما يحتوي على شيء يعني زيادة غير اليوز المطحون اللي هو الولنت، هذا اليوز عدل، ودبس الرمان، وطبعا الدياي او اللحم. انا اعشق الفسنجون على فكره، ويعني وبعدين عندنا اما الفسنجون الايراني اللي يسوونه عدل، يحطون غالبيه يكون الدياي ويقلون الدياي ويستخدمونه، وما يحطون وياه اشياء يعني سبايسز غير دبس الرمان واليوز. بعضهم يضيف له زعفران وبعضهم من غير زعفران. حلو. فانا طبعا احنا عند القصار، وعند القصار كل شيء جايز. لان بطبخ طبختي انا، انا سويت الفسنجون، دقيت على الله يذكرها بالخير ام وائل الكيلاني. اي لان عندها كتاب طبخ. يسلمون عليك عاد. الله يسلم يسلم امرهم. واعطتني الطريقه اول مره، وانا جربتها وضفنا لها اشياء اللي هم عاده تنحط في مرقه الحامض حلو اللي هي عراقيه، فاليوم فسنجوننا كويتي عراقي بأنامل كويتية. نعم بأنامل كويتية، إيراني مخلوط كله مع بعض، وإن شاء الله يعجبكم يبيكم تجربونه. وطبعا بنتي أمل راح تجربه إن شاء الله اليوم ويانا. هذا الأكل اليوم بنسويه. في أكلة ثانية بقول لكم عنها بوقتها، تنطبخ في هذا الماعون وأسولف لكم عنها لما أخلص طبختي هذه. الحين بجهز بس شولي ونبتدي نشتغل. أنا أدري ناس وايد عندهم طرق متعددة، بس أنا الطريقة هذه أنا اللي أسويها، وأنا اللي يعني عجبت عيالي في البيت وعجبت، فأنا بسويها لكم. أول شيء بنحط شوية زيت هني، وبنحط زيت هني، هذا الزيت إيش حقه؟ نقلي فيه الدياية. أوكي. تعالي كماري. كماري. إيه هذه كماري. الدياي منزوع الجلد، عدل؟ فنازعين الجلد. والبهار ماله اساسا كانوا يحطون له بس كركم وفلفل احمر عدل، فاحنا اليوم مستبعدين الفلفل عشان ما تصير الاكله حاره اللي يبي يضيفها ثاني. زين، فاحنا مستخدمين عنه وحاطين هذا الكركم وشويه ملح وشويه بهار مال البيت المخلوط اللي هو كزبره وكمون وفلفل اسود. يلا يا كماري فركي كله مع بعض على ما تحمد دهنه اللي انت مبهرته هنا. اوكي، انا حطيت الزيت هنا يحمى، بحط فوقه شويه زبده عشان بس نكه فيه. وبعدين طبعا لازم بصل. الشيء المهم في كل حميسه اتوقع. في كل حميسه يعني شيء مهم. بصلة نعم. اي بصله. هم ما يضيفون له زنجبيل، بس انا احب احط فيه الزنجبيل على شويه مو وايد، والثوم وشوية زنجبيل اللي هي التقلية العادية أول شيء، ولازم الكركم. الكركم هذه شوية كركم. يلا هاتي مني تعالي عشان تقلي. هاتي وين اللي خلنا أعلي لك الشولة. بسم الله، هذه الشولة. أوكي شوفي الدهن هناك، شوية كركم مع الثوم والزنجبيل. أنا قلت أسويه عشان بعدين في الأشياء الثانية بنسويها، فنخليه يطبخ على نار هادية على ما تقلي كماري الدياية. طبعا هذه مو بس ديايتنا يا جماعه، احنا نقلي بس قدامكم، بس هو يكون مقلي عندنا ذاهب
فاحنا مقلين ثلاث ديايات، هذه بس نص ديايه عشان يشوفون شلون الطريقه. طريقه نعم. بالضبط. اما هذا الجدر بيستوي قدامكم، بحط عليه شويه من البهار، شويه ملح، ريحته بلشت تطلع. ايوه حلو. ونخليه هنا يمنه. اغلب الناس ما يحطون معجون طماط فلفل سنجون، انا احط طماط ومعجون. هم يكتفون بس بدبس الرمان، بس الطماط والمعجون يعطي طعم ويربو. احنا ما يصير ناخذ الاكله نفسها، مدام دشت مطبخ عندك انت سيده المطبخ، نفنتك فيها، فنتقي اللي تبينه. وطبعا ساعات يطلع مو زين وساعات لا يطلع حلو، عشان كذي قلت لكم من اول شيء، شرحت لكم مال النجف غير ومال ايران غير، وهذا بالكويت اللي نسويه يختلف مشروك ما بين الثنتين. سويتي ماي حار عندك من هناك؟ بس حمرنا البصل، بنضيف له الطماط شوي على صوب، ونضيف له المعجون قبل ما نحط دبس الرمان. خليه يحمس شويه هني، والله ياخذه كله لانه هو حلو يصير في طعمه. خلي بس يحمس، على ما يحمس نرد لكم بعد شويه. شفتي حمستنا، سويناها كلش بسيطه ما فيها شيء. الحين بنضيف لها اليوز، اليوز اللي هو اساس الطبخه، مع دبس الرمان مبشور يكون طبعا. اي مبشور، ناس يحبونه مكسر، ناس يحبونه نعيم، فاحنا نحط كذي وكذي مخلوط. ايوه اعطيني بعد ثاني دبس الرمان، في واحد ثاني يمك مصبوب دبس الرمان. ها انا ما احطه كله مره واحده دبس الرمان لما اذوق الطعم شلون صار. انا من عشاق دبس الرمان في كل شيء، في ورق العنب، حلو ها؟ حتى احطه في اللبنه على الريوق الصب. شفتي شلون لذيذ، وايد طعمه يصير حلو صدق. أظن نحتاج الثاني كماري عشان ننزل الدياي الحين. شفتوا الدياي؟ هذه قلتها كماري فطفي أنا هني عليه. وبننزل هني على طول. لغاية الآن أوكي بالنسبة حق الناس اللي قاعد يشوفونه. عدل؟ صح. يلا عطيني باقي الدياي، حطي. أيوه شكراً. بس الحين بخلطه وياه عشان نضيف له باجي دبس الرمان ونضيف له الماي، ولازم احنا نحتاج له ماي وسكر. انا مره اعتقد اني كليته بس كانت دياي يمكن مسوينها نفس طريقه المسحب. امس يصير لان يطبخونه وايد فيصير كلش نعيم. نعيم اوكي. بس احنا نقطع الدياي ولازم نشيل جلده، ما نخلي وياه الجلد عشان الزفره. نعم. هذا الحين بالنسبة لي وين الدبس الرمان الثاني؟ اعطيني اياه. إيه؟ فنقول كوب دبس الرمان وكوب وين يوز تقريبا. اعطيني ماما اليوز الثاني بالثلاجة. وعلى طول الماي. عشان اليوز بسرعة يود قاعته. اي. الماي لازم يغطيه كله؟ لا مو كله، الحين اذا نبي زود بنزيده. انا لان قاعده هني فما قاعده اشوف داخل الجدر يعني. ما يخالف اذا بتقومين الحين بتقومين الحين بعد شوي، بس خلنا نركب هذا عشان اوريك. بسم الله. حتى تلاحظون لونه انا عندي يصير اورنج، ما يصير لونه اللي هو اللون الاسود او اللون البني الغامج. اي نعم يصير لونه. الحين اضافاتنا احنا، هذا باجي البهار والكركم فوقه. خلي هذا هني. وطبعا اذا تحبين سبايس شويه نحط شويه فلفل. والله انا احب الفلفل. اعطيني شويه فلفل احمر. نعم يمش. هذا خلي هذا الفار، خليه حق الطبخه الثانيه يطلع حلو. الحين عاد اضافاتنا احنا، هذا باجي اليوز ان شاء الله، شويه فلفل احمر يعطيه تاتش كذي لذعه. شوف شلون بروحه يدخن، ونخليه على نار هاديه ياخذ وقته عشان يستوي. يستوي. اي وابي شويه شويه شكر خفيف عشان يعزز الطعم. الحين الالو كلبنا نعرف او الاراسيه
او الكوجة الناشفة. ايه الكوجة وبعدين هذه يقولون وايد زين حق الرجيم بعد. ايوه فهي اكلها رمضانيه كل هالاشياء فيها والمشمش اليابس مشمش او الطرشانه على قولة ربعنا. اضافه عاد القصار الجرامبري اللي هو مثل ما شاء الله حلو والكشمش الاسود والمشمش العدل ناشف فخلطناها صارت الحين مثل المرقة الحامض حلو على الفسنجو بالضبط. الحين تبي زود شوية ماي ونخليها على نار هادية وبعدين نخلي بنيتنا تقوم ويانا بس بزيدها شوية ماي واذوق ملحها إذا تبي ملح زود أو تبي بسم الله طبعا أهل النجف يزيدونها طبعا ما يحطون هذه الأشياء كلها يزيدون بس الطحينة اللي هو الهردة أيه. الحمسة مالتها أنا هذه ما فيها طحينة عشان لا تعفس الدنيا كلها علينا إحنا نبي طعم الفاكهة فيها صح. وطعم اليوز يبين واضح واللي يبيها لونها غامجة يزيد دبس الرمان عدل أيه. وما يحط المعجون عشان لا تصير هذه المشوقة كذي صدق ملينا من هالاكلات اللي دائما نعرف نسويها نفس الطعم إيه هذه اشياء جديده ترى سهله وحلوه بالبيوت ورمضان تونس عدل صدق والحين حتى العيش المفروض انه عيش ابيض حتى حق السحور حلوه اي كل شيء فيها بس كذي يعني طبختنا راح اطبق باكر وراح اصور وادز لك الصوره تعال مباركه الحين تقريبا طبختنا جاهزه نيجيكم بعد شوي نوريكم الطبخه الثانيه على ما تتسكر هذه ردينا لكم مرة ثانية في أكلة قديمة حتى بنتي أمل تقول لي يبا ما قد سمعت فيها لا هذه الأكلة موجودة هي أكلة فارسية من إيران يسمونها ديزي وهذا الماعون اللي يسوونها فيه طبعا كان مفروض يكون من فخار بس أن استعرضنا عنه في هذه البرمة هذه خدناهم محل بالسعودية لأنه يقدموا نفس الأكلة بطرق غريبة مختلفة ثانية فعندنا طريقة اليوم ما كلش سهلة ما تبي أي شيء ديزي أي ديزي أي أشو؟ تعالي حياك تعالي شوف لان كلش سهله ما فيها اي شيء يعني حتى البهارات مالتها بسيطه طبعا هم يحطون كانوا كركم بس فيها وانا ابي معجون طماطم هات لي معجون فبوريكم الحين اول شيء شفتي هذا شلون استوى؟ لا هذا لازم بعد اشوف الفسنجون الحب يستوي الفسنجون لما يطلع الدهن فوق معناته حلوة ما شاء الله معناته انه استوى الحين بعد على راحته فاكلتنا اليوم اول ما بنحط في هذه البرمه او الماعون اللي مخصص للطبخ والاكله عشان تكونون بالصوره تاخذ ما بين 4 إلى 5 ساعات على نار خفيفه كلش عشان نقدر نهرس تنهرس؟ تنهرس تالي اي او تقدمها من غير هرس اذا بتاكلها كذي بهو حمار بس هي اساسا عند الايرانيين يهرسونها لازم فيحطون بصل البصل حرق عيوننا البصل عيونه قامت تدمع خلص حطينا البصل داخل اللي هو راسين بصل ونحط ننزل على طول اللحم الهبر كثر ما تبون انا ما اشوف ما اقدر اشوف اللحم لا خلاص عينها نحطه بسرعه انا العاده احط 3 4 انا يعني افضل اللحم اكثر من الدياي صراحه فحطينا اللحم هني هاك كماري مقصد غير اللحم ايش عندنا انا كني كثرت لحم ما خليت مكان حق الخضره عندنا اليزر طبعا اليزر هذا اختياري ناس يحطونه ناس ما يحطونه القرع حلو القرع ايوه تشبه الطاجين المغربي ايوه والبطاط هي كان اشوف مثل ما قالت في الطنجيه المراكشيه هذه يسوونها أيوة. وفي الطاجين المغربي وفي التركيه بعد الجره بس كل ناس لها بهاراتها ولها طريقتها يعني كلهم ما يحتوون على الاشياء هذه هني القياس مو معروف فسالت الحريم الكبار قالوا لك بدينك هاند فول فاحنا بنحط كفشه هذه عن الهاند فول لوبة بيضة أو أي لوبة أنت تحبونها أو الفاصوليا واحدة وواحدة هذا نخي نخي فاحنا مستعدين عن النخي هم يطبخونها ليش؟ لأن يحطونها كانوا بس منقع مو مطبوخ فيطبخ وياها بنفس الوقت وطبعا شوية بهار وكركم وملح وكماري أي نيد هوت ووتر حبيبي ولازم يكون وياها اللي كنت تقولين مان شنو قطعة شحم اويلي لا شحم لا احنا نسوي رياضه نحرق هالشحم يعني شلنا الشحم حطينا قطعه زبده صغيره عشان تعطي الطعم لان حاطين الحم نعم
كذي تقريبا طبختنا جاهزه. والطماط، الطماط هم يضيفونه ثاني بس انا بضيفه كله مره واحده. لأن خمس ساعات تقعد؟ خمس ساعات تنطرين؟ عليك وياك انطر ما اقول لا. وقفشه واحده، وقفشه واحده معجون، معجون اثنتين بس. وبعدين نصب عليها الماي الحار. ايوه ثانك يو. تقريبا جلاس او جلاسين حسب ما تاخذ. ولا تخافوا من الماي لان هي راح تشربها مع طول الوقت. فانتوا حطوا ماي راهي. كذي جاهزه. جاهزه. على طول اعطيني قطعه قصدير. طبعا هم ما يحطون قصدير، بعضهم يحط عجينه عليها. أيه. بعضهم بس الحين موجود القصدير. فنسوي قطعتين. واحده تحت. وداوم شنو يحطون عجينه؟ عجينه عشان يسكرون الهواء. العين اي كذي يحطون ايوه ايوه طحينوا ماي ويسكرون أيوة فيه الهواء فيه. بس احنا راح نسكرها بهالطريقه ونسكرها كذي بهالطريقه. وندخلها الفرن. بس عشان اريحكم اللي بالبيوت يقولون شنو افطرنا ابو داود تسع ساعات مدري خمس ساعات عشان تخلص. انا جربتها اليوم والتجربه خير برهان في الرايس كوكر البريشر كوكر اللي هو جدر الضغط. خذت ساعه وعشر دقائق وطلعت نفس النتيجه نفس الطعم. بس قبل طبعا ما كان في هذا البريشر كوكر. فاحنا الحين صح هم يحطونها على الشول على نار خفيفه وتالي يدخلونها بالجمر بالفرن. أيه. او على طول تدخل بالجمر. فيا كماري وديها حطيها بالفرن داخل. حطي تحتها ماي عشان ما تحترق. ماعون في ماي بحمام ماي ومقصره عليها ونسوها. ونرد لكم بعد شوي نكمل لكم ايش بنسوي. ردينا لكم مره ثانيه. بنسوي عيش. طبعا مسويين فسنجون فلازم نسوي شويه عيش وياه. سوينا الديزي دخلناها الفرن. تاخذ لها خمس ساعات بنطرها. ما عندي اي مشكله متعوده. بسوي العيش. العيش عادة عيش ابيض يتقدم بالزعفران. اليوم العيش اللي بسوي لكم اياه عيش زعفران وفي برتقال يعطي نكهه برتقال خفيفه شوي. حلو. راح تذوقينه ان شاء الله. ما في عندنا شيء يعني مستنكر فيه. كل اللي بنحطه اللي هم احنا نسميهم مطيبات العيش دارسين وورق الغار ومسمار. ننزلهم هني بالجدر. طبعا حطينا شويه زيت وعشان النكهه لازم شويه زبده. اي لا تشوفين الكميه كبيره لان اربع كيلات عيش. اي ما شاء الله. اوكي خليها بس تذوب وننزل فوقها تالي العيش. هذا عصير البرتقاله وهذا برش القشر مال البرتقال وهذا الزرش كم عشان الزينه فوق نحط زرش. يقولون نعرف هذا على قولتهم مثل التوت البري يطلع حامض ويعطي نكهه حلوه. حلو. ويعني شايع وايد يستخدمونه الايرانيين. وعندنا طبعا الزعفران والماي الورد. طبعا زعفران. ايوه بس انطره شويه يحمى. بنزل فيه العيش واخلطه وماي حار عادي. أيه. ما في اي وملح ما راح احط في منكهات ثانيه لان نبي هذا الطعم عشان نقدر ناكله مع الفسنجون. فسنجون. ونقدر ناكله بعد مع الديزي. يعنى. الحين حمل جدر عندنا بدات تطلع ريحه الدارسين والمسمار. نضيف عندنا هيل. طبعا ما قصر اللي جاب لي هذه حق الهيل. اي هذه مو حقت الثوم؟ لا الثوم اكبر هذه بس عشان نكسر فيها الهيل. شوفوا والله شوفوا شلون قوم شويه. اي اها اي كسرنا. بنحط الهيل فيه على طول عقب ما كسرناه في هذه. وعندنا العيش منقع. العيش العادي مالنا اللي هو البسمتي. نزله هني. تولهين على الاكل. وي الاكل الكويتي انا وايد احب المطبخ الايطالي. ها. المطبخ الياباني الكويتي صراحه نمبر 1. يعني انا عندي السفره من غير عيش ما تسوى. ما تسوى لازم هالقيمة العيش. ما اقدر. ورفيجاتي على فكره الايطاليات والاجانب يضحكون علي في السفر اذا شفت شيء في عيش ولا شفت شيء في خبز ولا معجنات. نعم. يقولوا لي يطلع من عيونك قلوب يعني خلاص احب طرق يعني لازم هاللقمه ما الواحد ما يستغني ما عنها. ما نقدر صراحه. نعم صادق. الحين شوفوا بس انا لفيتها شويه بالزبده مع البهارات عشان تطلع ريحته. ايش بضيف للحين؟ عندي عصير البرتقال اللي هو عصير برتقاله واحده. ايه.
وبرش البرتقاله، برش القشر، القشر الاصفر. قشر البرتقال؟ نعم اي نعم، اوكي. برش واحد بس يعطيها شويه نكهه وياه. ما يصير ملموس طعم البرتقال فيها؟ مو وايد. مو وايد. لا خفيف، لان هم اساسا في بعد ناس يسوون قشر الليمون يطلع بطعم الليمون. هذه حلوه حق. اي تحبين تحبين الليمون. اكل الليمون وياك شوكه. اما هذا الزرشك هذا بيكون على الوجه تالي من فوق. الحين كذي تقريبا ذاهب على طول، بس بعطيه الماء الحار. بسم الله. حتى اعطاه كلر حلو يعني البرتقال صار مثل اورنج. حركه شويه. اعتقد بزيده شويه ماي لان ماي بعد قاصر، بس الحين اسوي الماي هنا عندي مشكله. قبل لا ازيد الماي بحط الملح. الملح عاد حسب الرغبه، اكو ناس من غير ملح، ناس يحبوا الملح زايد. هذول اللي فيهم ضغط. متوسط، نعم. لا بسم الله عليك، بسم الله عليكم عن الضغط. وبس وبغطيه وانطر شويه لما يرتفع عشان اعطيه الزرشك واعطيه الزعفران من فوقه. جهز اكلنا يا امل اليوم، وان شاء الله يعجبك يا رب. اول شيء ننشل الفسنجون اللي على طريقه القصار عشان على الانتقادات حريم الكويت. لا مو كذي، كل واحده تسوي اللي في مزاجها وتسوي على كيفها. وهذا هو، شوف اعرف انها استوى لما تطلع دهنته فوق. واو ايوه يطلع دهنته فوق معناته انها استوى. بننشبه شوف شلون ثيك صار كلش. ما شاء الله شكله تيستي. نشوف فيه هذا البرونز اللي هو على قولتهم الالو، الالو اللي هو الكوجة الناشفة، العراسية والمشمش مع الخبزة الإيرانية تصير. اوه عجيب يصير. ايه يطلع حلو. ما شاء الله عليك وداوود. باخك يهبل. ها؟ حط فوقه من هذا عشان يبين المشمش. مشمش بعد. ايه. فوقه شويه من الدهنه عشان تعطيله معه. اها. بس احنا نبي مغرفه احسن. والقفشه؟ مغرفه صغيره. مغرفه يا مغرفه ايوه. حلو. تسلم ايدك. سلم عمرك الغاليه. وعشان نعرف شنو مكوناته فانا العاده احط فوقه شويه يوز. يوز نعم عشان يبين شنو فيه، لان هذا مسوي مكوناته الاكله اساسا على الجوز. صح. يصير يسوونها في اللحم ولا بس لازم تكون في الدياي؟ لا هي بالنجف يسوونها باللحم وبالدياي. الدياي عشان كذي انا قلت لكم، وشويه من دبس الرمان عشان يعطيها شويه حداء على قولتكم. حبيت. حلو. هذا كذي جاهز. نبي الحين نسوي الطبق الثاني اللي هو الديزي. بس في ثلاثة ابو داوود، احنا سوينا واحد. واحد انا اسويهم جهزهم من قبل لان ما بين اطرش خمس ساعات. فاول واحد بسم الله حار. ثلاث طرق سويتهم. لا كل واحد شلون طريقة تقديمه. اي شوفوا ينزل كله كامل مع الحمته مع الجزر مع كل شيء في بالقاع. ايوه بين. هذه الديزي على الطريقة القديمة اللي المفروض انه يطبخ خمس ساعات. خمس ساعات بنخلينا على راحته استوى. الثانية شلون؟ يشيلون بس عنها الماي. شلون نشيل الماي؟ ونهرسها لازم. فاحنا شلنا بس القفطير هذا. ونغطي المقطع كذي عليها. ونمسكها كذي. نزيد الماي هني. ساعدك؟ لا لا اوكي. هذا الماي اوكي. تصير مثل المرقه. مثل المرقه. مثل المرقه اي.
هذا اللي بغمس فيها على راحته، والباقي شو يسوون؟ هذه المهراسة يهرسونه كله مع بعض. اي وينوكل مع الخبز. هذا مع الخبز؟ نعم. هذه مع العيش مع الخبز على كيفه، بس هي اساسا الديزي كذي لازم تنهرس كلها. تنهرس. إيه. بطاطتها ودنيتها تنهرس مره واحده. كنها هريسه مشكلة. ومع اللحم وعظام اللحم؟ لا ما في عظام اللحم. ما في عظام اللحم؟ كل لحم مساحته صافي كلش. ما شفته يعني. ولا حتى شحم، ولا حتى شحم فيه، عشان كذي حطيت فيه الزبده. اوكي. وبعدين ننزلها هني. في شيء ما انهرس انا استعجلت عليه. كل شو الحلوات يقولون كلهم هذا اليوم. هذا كل طريقه احلى من الثانيه. مهروس. اكو ناس عاد يزينونه، طبعا هو لازم يكون فيه يا جماعه دسم زياده، احنا مخافين الدسم قدر ما نقدر عشان نوريكم اياه. وهذه الاصليه اللي هي خليها مثل ما هي. اها. الحين ايش عندنا باقي؟ باقي عاد العيش. العيش. فانا بشيل هذا الجدر. بأنشب العيش. يا الله يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العيش. يمكن يا تشريحته؟ ايه هفت. انا لازم اشم ريحته قبل لا ينشب. حلو. يا جميل. ريحة الزعفران. ريحة الزعفران قوية. زعفران. نعم زعفران طيب. فنشيل الحشوة هذه كذي. أنا عادة الحشوة. والله نعم الله عليك. حبيبتي. وعسى دوم بيت العامر إن شاء الله. هذه عشان نزين فيها. أي. طبعا يقولوا لي ليش ما تحط صحن؟ لا احنا متعودين بالمقطع، نشيل الحشوة. أي. كلها بالمقطع. وننشب. شوف العيش حلوة يصير. بسم الله. ما شاء الله. عقبالي ما اتعلم واسوي هالاشياء. والله سهل، والله سهل. بنياتنا كلهم اقول لهم سهل وكلهم جربوا وما يصير ولا هذا شلون يريح، لا في قصري ولا طولي، بس في قياس الماي وخلاص. صح. هذا ايش؟ طبعا انت تنشبين شيلي عنا عواده الدارسين، شيلي عنا الهيله عشان لا تصير بحلج واحد يبترش فيها. اي تطلع صح. ونجيب الزينه مالته اللي هي على قولتهم الزواء مال. لا حلو اليوم حظي، الاطباق حلوه كلها. يا بعد روحي ان شاء الله تذوقينها وتعجبك. سلام. واخر عنكم هذا عشان يقدر يصوره على راحته وعقب انشب الباجي. صح. بسم الله. هذه خلصنا منه. وعشان نعرف شنو حاطين فيه شويه من المكونات المقادير. برش البرتقال يبين شنو. وسلامة عمركم. وهذه اطباقنا جاهزه. ايش رايك اليوم؟ والله تهبل. ان شاء الله. شيء هسا شيء جديد ما شفتيه من قبل. اكيد لا تعلمت. اقول لك ان شاء الله باكر راح اطبقه وعلى طول بحطه بسناب شات. الحين بنخلي ضيفتنا تذوق وبننجب لها النقصه مالتها، لان ايش قلتي انت بتودينا النقصه؟ لا النقصه اكيد كل الفنانين اللي كانوا قبلي واللي استضفتهم اكيد يعني سووا جوانب انسانيه. نعم. ودوها حق عده اماكن. نعم. انا نقصتي باخذها وياي بيتنا. الساعه المباركه. الساعه المباركه. لا صراحه ما اقدر الفسنجون ما اقدر. الساعه المباركه. اقول لكم الحين في امان الله. سلام. ونشوفكم ان شاء الله بأحسن حال يا رب العالمين. يا رب. وكل رمضان وانتم بخير، وان شاء الله نقصتنا وصلت يا بنتي يا امل. تسلم تسلم يا الغالي. مشكوره على حضورك. انت اللي شكرا الف شكر وما قصرت والله. عسى جو بيت عامل. الساعه المباركه. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع نقصه جديده.